ايبي جيمنج وفيديو جديد. احنا الابطال ايبي جيمنج الجامدين، مهما تروح فين هتلاقينا موجودين. بصي من شمال طب ليتس جو يمان، انزل حط لايك للفيديو الجميل. يا احنا الابطال ايبي جيمنج الجامدين، يا مهما تروح. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. والنهارده يا ابطال جايين في الحدث بتاع روبلوكس اللي المفروض اللي انا كلمتكم عليه في الفيديو اللي فات، وقلت لكم ازاي تجمعوا منه الهدايا اللي هو بيحطها مجانا. ايوه مجانا والله يا بطل. تعالوا كده عشان النهارده في هديه جامده قوي وهموت واخدها. يلا بينا يا ابطال. المفروض اللي احنا بندخل المحل ده، تمام، وفي هنا حاجه المفروض اللي هي 7 ساعات وتنتهي، بس الحمد لله احنا لحقناها. هندوس على الاي، تمام، هندوس كده. اوه ضغطه مطوله عاش قوي يا ابطال، لازم تدوس ضغطه كبيره شويه على الاي. وكده خدنا الكاب بتاع ادفانس، عاش قوي. ناس قالت لي في الكومنتات يا بلال استمر في السلسله دي لحد ما الحدث ينتهي، قلت لهم عينيا عينيا والله. وطبعا يا ابطال بصراحه ناس كتير قالت لي تحت في الكومنتات ان الماب اسطوريه جدا وفكرتها حلوه قوي. يعني زي ما انتم شايفين، بص عامله ازاي. واو والله كل حاجه فيها تزلج كده. اوه بس تعرفوا يا ابطال، يعني قعدت افكر كده قلت طب لو هي فيها جليد يبقى هتبقى اجمد بكتير، بس ما هو يعتبر ده جليد برضك. يعني انا هنزلك فين يعني؟ على الرصيف يعني؟ ما علينا. اوبا فاكرين دي يا ابطال؟ ده احنا في الفيديو اللي فات دخلنا في حته افخم كمان. او يا الحمد لله، وافتكرت ان انا هنقعد بقى كل شويه نقع. الحمد لله يا ابطال ما وقعناش المره دي. او احنا دلوقتي في ليفل 3. كل واحد يا ابطال يقول لي تحت في الكومنتات هو وصل لليفل كام. بصراحه ماب جامده جدا، واحسن حاجه اللي هي بعد ما انت تاخد الهديه مسليه بقى. اوه ايه ده، ما وقعتش والله مش مصدق. احسن حاجه يا ابطال بعد ما تاخد الهديه تقعد بقى تتزلج كده شويه وتكتشف في الماب بقى. هو انا وقعت ولا ما وقعتش؟ وقعت. انا اسف. وقعت. ماشي تعالوا كده، عايزين نروح يا ابطال مكان احنا ما رحناهوش. لحظه كده، ممكن نروح هناك كده شويه. عاش قوي يا ابطال، شويه كده يا ابطال وهوريكوا الكاب، بس بعد ما نتمشى كده شويه. واو جامده قوي. ايه ده؟ طب ما انا عندي فكره يا ابطال، ما احنا بدل ما احنا نعمل كده، عندي فكره والله جامده. ندخل على الافاتار كده بتاعنا بسرعه ونلبس الكاب ونقعد نتزلج شويه. يلا يا ابطال ليتس جو. زي ما انتم شايفين يا ابطال، المفروض دلوقتي اللي انا لبست الكاب، زي ما انتم شايفين لو جينا ندوس كده على الاول كل الحاجات اللي معايا. زي ما انتم شايفين خدنا المره اللي فاتت النضاره، والمره دي خدنا اللي هي الفانس، اللي هي طبعا الكاب عليها شعار فانس، ده المفروض اصلا اللي هو عنوان الحدث. دي اصلا يعتبر شركه ملابس مشهوره جدا هناك في امريكا ومحققه نسبه مبيعات عاليه جدا. عشان كده يا ابطال لعبه روبلوكس عملت الحدث ده، او يعني يعتبر زي ما بتقول كده تعاون. زي ما برضك لعبه روبلوكس قبل كده تعاونت مع يعني مغني اجنبي وهو كان رابر مشهور جدا وعمل حفله، وانا قبل كده عملت عليه فيديو بصراحه كان ممتع جدا. بس بقول لكم ايه، احنا المفروض دلوقتي احنا لبسنا الكاب، فيلا بينا عشان حان وقت التزلج. زي ما انتم شايفين يا ابطال شكلي بقى عامل ازاي. ديم يا ابطال والله شكلي بقى اسطوري جدا. اقول لكم على حاجه، انا اكتشفت كمان حاجه جامده قوي بقى في الماب دي، ان المفروض اللي انت اول ما بتبدا اللعبه بيقوم كاتب لك كده، وتدخل على الماب بيكتب لك اسمك فوق، وبعدها بيجيب لك هنا نوب. يعني حتى بصوا ده نوب وده نوب وده نوب. بصوا انا بقى عليا ايه، انا مكتوب سكيلد تقريبا، دي اللي هو يعني بدات احترف شويه، او مهاره بقى عندي مهاره، او بقيت احب يعني المهاره دي. تمام الناس بتكتب ده، في ناس عرب كتير. او ماي جاد، ده في ناس عرب فعلا كتير. تعالوا كده يا ابطال نروح هنا. اوه ناخد الحاجات دي، بيقول الحاجات دي حلوه بردك. ايه ده ايه ده ايه ده، والله ده جامد جدا. لحظه لحظه يا ابطال، ايوه عايزين نمشي كده ونوت هنا. لا ده يا حاول ابطال سرعتي بقى الكومبو زياده. خلاص طب تعالوا نروح هنا، مفيش هنا اي حاجه ليها علاقه بالسرعه. استنوا ابطال، المفروض اصلا ابطال ان سبع، احنا المفروض نستنى سبع. ايه ده ايه ده، انا عايز انزل كده. واو جامد قوي. يلا بقى سرعتي بقى الكومبو يا ابطال زياده. يلا بقى ونخش كده. يا لهوي عاش عاش يا ابطال، لعبتها صح كده. يلا بينا عاش. اوعى اوعى تقع. خلي بالك زي ما انتم شايفين يا ابطال عاش قوي، احنا في ليفل 3 اصلا. يلا بقى نخش كده، اللعبه دي خطر يا ابطال ومش اي حد يلعبها. اوه الحمد لله الحمد لله، قدرت اعديها وما وقعتش. يلا بينا ناخد الجوايز دي، عشان ابطال برضك بيقول ان الجوايز دي ايه ده. ماشي امشي على السلم بقى، مش هينفع طبعا. ايوه ممكن نطلع من هنا. ماشي خلاص طلع هنا بقى. ماشي خلاص. يا لا يا عم ما تنزلش، انا صدقت ان طلعنا. ماشي خلاص اطلع على خلاص يا ابطال خليه يطلع على رجله. يلا يا ابطال اوب النطه. يا سلام عاش قوي. ايه ده؟ استنى طب استنى استنى، علقت يا كابتن. الو انا علقت والله. لحظه مش فاهم اي حاجه.
لحظة كده، هوب النط كده. يا سلام، ايه ده؟ هروح فين؟ هروح فين؟ طيب استنى، ده هو تحت في ايه؟ ودي ايه ده؟ تعالى نقف هنا. يا سلام، سلم يا جدعان. ايه الجمدان؟ اطلع واحدة واحدة. ماشي، هيبقى في لك جامد او كده، مش فاهم حاجة. ايوه، ايه ده؟ اول مرة ابطل اشوف الحلبة دي. احنا كل فيديو حرفيا ابطل بنكتشف حاجات جديدة. وقعت، يا نهار ابيض، كنت متحمس، انا كنت هعمل لكم دلوقتي حركات جامده. ماشي، يلا 1 2 3، يلا بطل نتدرب. يلا، احنا الاول كنا خلاص كان مكتوب علينا نوب، لكن دلوقتي قدرنا. ايوه، وتمشي كده. مفيش فايده، والله مفيش فايده. لا انا مش هسكت، مش هيأس يا ابطال. تعالى نعدي كده ونعمل كده. ما غادي وقعت على دماغي. لا يا جدعان، لا لازم نعمل، بص، واحده واحده. اول حاجه نطلع كده بس وننزل كده، تمام؟ بعدين نروح هناك، نطلع كده وننزل كده على الهادي، واحدة واحدة يا عم، عشان ما نقعش صراحة. نطلع كده وننزل كده. يا سلام، بعديها بقى بصوا لي كده ونطلع كده. هو ايه يا جدعان؟ ما عنديش حظ للنهاردة. هو كل شوية اقعد اقع كده، مش هعمل حركة حلوة يعني. يلا، هي دي الحركة ابطال. ويا بي، والله حرام يا عم بقى، مش لا يا عم، انا زهقت بقى. زهقت بقى يا جدعان، الموضوع هنا صعب قوي. ايوه، ايه ده؟ واو، شوف ابطال عديت عليها ازاي؟ لحظة كده، ليه بقع بقى ليه؟ حاسس ان انا المفروض ابطال لازم اعدل في عدل معينة. طب لحظة كده ابطال، عشان هو بيقول لنا المفروض ان احنا نجمع الكوينز وهناخد عليها حاجات، تمام؟ تعالوا كده نطلع كده فوق ونجمع ايه الكوينز اللي هي موجودة فوق دي. لحظة، عايز اجمعها ابطال، بس تقريبا الموضوع صعب. لحظة، ايوه، اوقف، استنى، اوقف، استنى. طيب اخد الكوين، طيب بالله. ايوه، ماشي، حلو. ايه ده؟ يلا ننزل، يلا ناخد دي، يلا ناخد دي، يلا ناخد دي. ايه ده؟ ايوه، يعني ايه؟ طيب خلاص اتمشى. ده الحل الوحيد. يلا نطلع كده. على دي، ايه ده؟ اخيرا عملتها يا جدعان. بس ايه ده يا عم؟ ما انا كنت، انا كنت عايز اطلع اصلا. هلا بلال، ايه ده؟ بطل من ابطال. هلا مرحب بيك يا بطل. تعالوا كده بطل، المفروض نجمع اربعه بقى، اربعه وبالنطه وخدناها. كانوا يعني في واحدة ايه، عايزين اي كوينز يا ابطال كده. لا مش عايزين ننزل هنا بقى دلوقتي. ايه ده؟ ده كتبوا اسمي ابطال. انا جمعت، ايه ده؟ انا باقي لي 3 كوينات بس. عايز اعرف ابطال لما نيجي نجمع الكوينات هيجي لها ايه؟ يعني مثلا في هدية مثلا معينة، في جايزة. لحظة كده، عايزين نطلع بقى من دي. ايه ده؟ اوه، شفتوا دي ابطال الحركة دي؟ اكيد طبعا ما فيش حد يقدر يعملها في الحقيقة. عايش على دي. يلا ابطال ناخد، اوه كل دي كوينات. اوه عاش قوي، ده فرح كوينات يا جدعان. لا لا، ما تهزرش معايا بقى، ما انت كنت حلو. لا يا ريتني كنت خدتها يا جدعان، استهترت يا جدعان. لحظه، دي تقريبا بنروح كده وبعدين نروح كده. ايه ده؟ طب انا مش عارف اخدها كده يا جدعان. لحظه، ممكن ننط كده. في كوينات هناك برضه، وادي في كوين اهو. يلا خدنا واحد. ايه ده في كوينات هنا. ويا بي، عاش قوي يا ابطال. بصوا، جمعنا دلوقتي. المفروض بيقول لي لازم تزور حاجه في تقريبا دي ابطال مهمات. لحظه، عشان هو بيقول لي برضه تجمع يعني 15 باين حاجه زي كده او 30 واحده. تعالوا ننط كده. لا دي لازم كده. ايه ده؟ هو ده بيقول لي ابطال روح مكان. طب لحظه كده، يلا ابطال نعدي دي كده. ايه ده؟ مش عارف اعديها ليه، والله حرام. لحظه يا كابتن، طب انا هتمشى بقى. لحظه ابطال، عشان هو بيقول لي اطلع في مكان. لحظه كده، ننط هنا. ماشي، يلا. هو بيقول لي في مكان المفروض اروحه. تعالوا كده، يلا. فين السهم يا جدعان؟ ايه ده؟ السهم اختفى ليه؟ ايه ده؟ ده بيقول لي روح بعيد قوي. لحظه يا بطل، تعالوا بقى ننزل هنا كده. يلا، حته احتراف بقى يا عم. انزل هنا يا عم، يا عم انزل. ما جاتش. ماشي، استنى يا بطل، يلا. مش هطلع السلام زي الناس العاديه. يا سلام، جامد. يلا نط. ايه ده؟ عجل؟ ده بجد ده ولا ايه؟ هنسوق عجل على اخر الزمن ولا ايه؟ لحظه يا بطل، نشوف هو عايز ايه. يعني ندخل البيت ده ولا ايه؟ تقريبا كده عايزنا ندخل البيت، او في حاجه هناك معينه، والله مش فاهم. بس المكان ده اخره فين؟ كنت هخبط. الحمد لله يا بطل، كنت هخبط والله. تعالوا كده نعدي الناحيه التانية. عاش قوي، خدنا كوين. تقريبا في حاجه هنا في الناحيه التانية. او ماي جاد، ده في سباق. لحظه يا بطل، يلا بينا. وي جامد. يلا نطلع هنا واحده واحده واحدة واحدة، قبل ما تتحمس. اتحمست يا جدعان. يلا نطلع هنا. وي جامد. يلا بقى يا بطل، عاش قوي. لحظة كده، انا حاسس ان انا هخبط. هو تقريبا ده المفروض ده تحدي. ايه ده؟ المفروض المس الالوان دي ولا ايه؟ تقريبا يعني، مش عارف.
طب فين تكملة التحدي يا جدعان؟ بس والله باين عليه تحدي اسطوري. اوه اداني في مكان جديد، كل شويه ابطال قاعدين بنكتشف، كل حلقه بنكتشف مكان جديد في المبدي. بصراحه جامد قوي، احسن حاجه فيه. اوبا مت مت يا نهار، اذا افتكرت ان انا مت. لا الحمد لله لسه، يعني انت متخيلين واحد كل يقع كل الوقعات دي ويبقى لسه عايش؟ سبحان الله يا جدعان، عاش قوي يا ابطال. اوبا ده واضح كده يا ابطال ان كل فيديو هنزيد ليفل، عاش قوي والله يا ابطال. واضح كده ان فعلا كل، يعني تقريبا حد يجي بقى يقول لي في الكومنتات يعني قبل الفلات دي بتيجي ازاي، اقول لك يعني مثلا تيجي تعمل حركه، اوه زدت ليفل، مثلا تيجي تعمل حركه كده جامده وما تقعش، او زي كده مثلا شفتوا. يعني تعمل حركه كده جامده وما تقعش، زي ايه ده؟ مش كاسفه. المفروض كده كل شويه كل فتره كده بيقوم زايد، يعني مثلا اول حاجه كانت تقريبا من 100 او 200، دلوقتي بقت يعني ليفل 3 من 300 وليفل 4 من 400. تمام قوي والله، حلوه يا جدعان الماب. واهم حاجه اللي احنا يعني ايه ده، استنى يا جدعان، احنا نسينا ده بحر بجد. ايه ده، استنى يا جدعان البحر وداني فين؟ لحظه انت رايح فين؟ لحظه، جامده قوي الحته دي. اوه حلوه قوي يا ابطال والله، ديم جامده قوي، لونها اصفر والله وشياكه. لحظه كده هوب ونطلع كده، يا سلام بقى، وننزل كده. ايه ده، رحت فين؟ ماشي، عايزين يا ابطال بقى ايه، نرجع لنفس المكان اللي احنا كنا فيه. ده طبعا من اصعب الحاجات، مش عارف ازاي هرجع بصراحه بعد ما روحت كل ده. بقول لكم ايه، انا هطلع وادخل يا ابطال، لازم اطلع وادخل عشان اجي من نفس المكان، لان بصراحه انا تهت. تمام تعالوا كده يا ابطال نبص بصه هنا، يعني المفروض اللي هو 7 ساعات بالظبط يا ابطال، وان شاء الله باذن الله هينزل الجديد. هتيجي تقول لي ايه يا بلال يا طارق اللي هينزل اللي بعديه؟ والله يا بطل منك ليه، مش عارف ايه اللي ممكن ينزل، بس الصراحه الكاب اسطوريه جدا. انت ممكن تظبطها بقى على سكن كده لونه مثلا لون احمر وبنطلون جامد وكوتشي اسطوري، بصراحه هتبقى حاجه جامده جدا، وهي يعني الحاجات دي هتفيدك برضك يعني لو انت حبيت تغير السكن بتاعك. غير كده كمان هنا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان هنا في تيشيرتات جديده كمان، يعني في حاجات كده، بس التيشيرتات دي صح مش عجباني. لو جينا حتى نشوف التيشيرتات دي، يعني حاسس ان برضك التيشيرتات دي مش الواو يعني. وتعالى نشوف هنا ايه ده، برضك نفس التيشيرتات، امال ايه يا جدعان، ايه الفرق يعني؟ مش فاهم. بس عامه يعني المكان ده اصلا هيفيدنا، وهنا برضك في كبات. واو جامد قوي يا ابطال والله، عاش قوي. الحاجات دي ممكن يعني ممكن ابقى افكر اشتريها، بس كده احنا جايين هنا عشان ناخد الايتم بس. وبيقول اهو فري ايتم اوف ذا داي نيكست ايتم ان، يعني هنا بيقول لك فري ايتم اوف ذا داي، لكل يوم هيكون في ايتم وحاجه جديده. وغير هنا بيقول لك بقى لنيكست ايتم ان اللي هو الايتم الجديد هينزل بعد 7 ساعات. بصراحه ابطال متحمس جدا، ولو انتم متحمسين انزلوا حالا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس وحطوا لايك للفيديو، عشان باذن الله يبقى في فيديوهات كتير على الحدث ده. وان شاء الله يا ابطال كل حدث في روبلوكس ان شاء الله نصوره مع بعضينا في الفتره الجايه. فبس كده يا ابطال، يعتبر فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك الفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، ايبي جيمنج يا ابطال الجيمنج، والسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى، اوه اديله.